مرحبا، انا مهند عقويني، كو فاوندر وسي او لجيت بلاي. احنا شركتنا بتعمل ون ستوب شوب سيرفيس كمباني اونلاين ميرشنتس في الريجن. جزء من شغلنا هو السوشيال ميديا، طبعا بروموتنج الميرشنتس تبعونا اوفر سوشيال ميديا وسبيشالي فورمز. احنا هلا يعني طبعا جيت بلاي عرفنا اكثر شو يعني سوشيال ميديا، عرفنا اكثر كيف تاثير السوشيال ميديا على القطاعات كلها. يعني بطلت قطاع اي تي او قطاع ميديا هي بتخدم كل الناس، بطلت للنشاطات الشخصيه، هي بتخدم نشاطات اجتماعيه للشركات عشان توصل الافكار تبعتها للمستخدمين بطريقه مباشره ورلتيفلي ارخص من الطرق التقليديه للاعلان. طبعا هذا المؤتمر رائع والحمد لله انه اول مره بيصير، اول مره بيصير في الاردن، وان شاء الله انه دائما سمعت انه المؤتمر الثاني في السعوديه برضه خطوه ممتازه. انه السوشيال ميديا مش مربوطه في دوله واحده، هي بتربط كل الناس على الانترنت في مكان واحد على الانترنت، وهذه هي اساس السوشيال ميديا. فبشكر القائمين عليها وبشكر مجله اخبار الانترنت وشكرا لكم. خلاص انبسطت؟